نحن الفتيات العشر التي ندير محطة صديقات البيئة في مديرية أبس بقرية فالغازي بمحافظة حجة. حقيقة نحن فتيات مشروعنا مشروع صديقات البيئة فخورين جدا بشعورنا بفوزنا بهذه الجائزة، جائزة ايتشين الدولية القيمة، مكنتنا هذه الجائزة إلى التقدم بخدماتنا للمجتمع البسيط، وساعدناه في التغلب على الظروف البيئية والحصول على الطاقة الضرورية، وسنستمر في تطوير مشروعنا بما يمكننا من تقديم خدماتنا لأكبر قدر ممكن لاستيعاب الطلب المتزايد على الكهرباء، كهرباء صديقة البيئة سولار البديلة تستوعب أكثر من 120 مستفيد من أبناء المنطقة النائية على أطراف مدينة عبس.